مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من تنس بورت. احنا النهاردة موجودين في اول بطولة جمهورية لرياضة الماي تاي بتقام للناشئين وتقام في استاد القاهرة الدولي. هنكلمكم النهاردة عن ايه هي الماي تاي وبدأت من امتى ومين البلد اللي اخترعت الماي تاي ومصر فين من رياضة الماي تاي. لكن خلوني ارحب بضيفي كابتن اسلام نجيب مدير الفني لمنتخب مصر. مرحبا بيك كابتن. كابتن كلمنا في البداية عن ايه هي رياضة الماي تاي وايه الفرق بينها وبين الرياضات القتالية الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر حضرتك على الاستضافة. الماي تاي هي الملاكمة التايلاندية او الرياضة القتالية زادت الضربات الثمانية. بدل اضرب بقدر اعمل لكم بايدي ثم بالكوع بضرب ثم بالركبة ثم اخيرا الكيكس او الرجل عادة. اتنشأت واخترعتها تايلاند ونشرتها في العالم كله وهي دلوقتي من اهم الرياضات القتالية وبتدرس في اغلبية جيوش العالم في كل عالم. يعني مصر فين بقى من رياضة ماي تاي؟ مصر فين؟ مصر في حتة كويسة جدا الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا من بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بسعي السيد المهندس رئيس الاتحاد المهندس محمد ابراهيم بعد اكثر من 8 سنوات سعي لنشر اللعبه في مصر ثم اقامه اتحاد وافقت الوزاره مشكوره ان احنا تشهر لنا اتحاد من حوالي عام ونصف بالظبط. من سنه ونص قدروا ان هم ينشروا لنا الاتحاد واشتغلنا عليها وكنا قبل كده بنطلع بطولات عالم باسم مصر لكن بدون اشهار اتحاد. كنا بالجهود الخاصه وبسعي المهندس محمد ابراهيم ان احنا نشارك في البطولات العالميه عشان مصر تفضل موجوده الى ان ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا يقدر الوزاره والسيد الوزير ان هو يقدر يقبل ان احنا نبقى اتحاد رسمي داخل جمهوريه مصر العربيه. حلو قوي. يعني احنا دلوقتي عندنا منتخب ناشئين ومنتخب كبار واتحاد. يعني الرياضه بدات تاخد شكل رسمي بالظبط. بعد ما بدات تاخد شكل رسمي ايه هي المسابقات اللي بتقام للماي تاي؟ احنا شاركنا في البطوله العربيه اللي فاتت للدرجه الاولى وعملنا حققنا في المركز الاول في وزن 60 كيلو اللاعبه اكرام محمد عمل الذهب وكسبت في النهائي. كان لعبت مع بطلة تونس وكسبتها فرق كبير جدا الحمد لله رب العالمين. عندنا لاعب اسمه محمود عبد الرازق صاحب فضيله البطوله العربيه. طبعا ده في ظل ان ما فيش اتحاد ودعم مش موجود فطبعا بتبقى الموضوع صعب جدا لكن بالتعب والمثابره احنا الحمد لله رب العالمين قدرنا. دلوقتي في منتخبين متشكلين المنتخب الكبار اللي هو الدرجه الاولى وكنا معسكرين فيه لحد وقت قريب في المركز الاولمبي في المعادي. كان المهندس محمد ابراهيم قدر يوفر لنا المعسكر دوت للتجهيزات وهو النهارده احنا في نهايات بطوله الجمهوريه للناشئين على ان احنا نبص على اولادنا ونشوف افضل العناصر نقدر ان احنا نشارك بيها في بطوله العالم وندخلها المعسكر مع اخواتهم الكبار منها ان شاء الله لبطوله العالم اول حاجه ديسمبر اللي جايه نجهز ونشارك فيها باذن الله ان شاء الله. ماي تاي رياضه اولمبيه موجوده في اولمبياد. الماي تاي بفضل ربنا من يعني وشكر حلو علينا من اسبوعين خدنا الاعتراف الاولمبي من الاتحاد الدولي الاولمبي وان شاء الله في سرانا الاتجاه ان احنا نشارك في الاولمبيات الرسميه زيها زي اي رياضه اولمبيه ثانيه. بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق. اشكر حضرتك وشكرا يعني لكم جميعا وان شاء الله دعواتكم لينا بنتائج افضل باذن الله. بشكرك شكرا. شكرا. نروح بقى نشوف الاتحاد المصري للماي تاي والدور اللي بيقوم بيه الاتحاد واللي في الحقيقه ما ينفعش اي رياضه تقام بدون اتحاد مركز حاطط خطه عارف هو رايح فين عارف نقاط ضعفه ونقاط قوته زي ما قلنا كده يبقى عنده بلان واضحه. خلينا نرحب بنائب رئيس الاتحاد المصري للماي تاي استاذ محمد نجيب. برحب بيك. اهلا وسهلا بيك واهلا وسهلا بيكم النهارده. اهلا بيك استاذ محمد. كلمنا عن اتحاد مصري للماي تاي بدايته والدور اللي بيقوم بيه الاتحاد لدعم رياضه تعتبر جديده نوعا ما في مصر. هي مبدئيا الرياضه مش جديده بقى لها في مصر اكتر من 15 سنه. هو الاتحاد اشهر في فبراير 2020 بقرار وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. يعني منذ اشهار الاتحاد لغايه دلوقتي احنا بنحاول نلم القاعده اللي موجوده اصلا بس كانت موجوده من غير كيان رسمي تشتغل تحتيه في شكل رسمي بحيث ان احنا نقدر نشارك في البطولات باسم مصر بشكل رسمي مش بمحاولات فرديه.
الاتحاد منذ نشأته احنا عملنا اكتر من 4 دورات تدريبيه للحكام ودورات تثقيفيه وبطولات تنشيطيه لنشر الرياضه. النقطه الاساسيه اللي بنشتغل عليها هي بناء البنيه التحتيه للاتحاد، هو لنشر الرياضه بشكل اداري في الانديه المختلفه في مصر. احنا عملنا لغايه دلوقتي في تاريخ الاتحاد بطولتين، بطوله الشباب والعموم كانت في ابريل اللي فات، والبطوله النهارده الثانيه دي اللي هي بطوله الناشئين، ودي تعتبر اول بطوله ناشئين في تاريخ المواي تاي الرسمي في مستوى في جمهوريه مصر العربيه. الخبر الكويس النهارده ان الحمد لله رب العالمين احنا يعني على الرغم من الاتحاد ناشئ ووليد وان نشأته جت مع بدايه فيروس كورونا والبانديميك اللي خلى كل النشاط الرياضي يتوقف وده خلى ان الستبس بتاعه الاستابليشمنت للاتحاد نفسه تاخد وقت، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نعمل بطوله زي اللي حضرتك شايفينها النهارده على مستوى عالي جدا من الاحترافيه وتماثل البطولات اللي بتمارس بره. الخبر كويس ان احنا امبارح بس بلغنا ان الاتحاد الدولي اقر بطوله العالم للمواي تاي في ديسمبر للناشئين والعموم، وهتقام ان شاء الله في بوكيت تايلاند اللي هناخد منها عناصر المنتخب بين اللعيبه اللي بيلعبوا سواء البطوله دي او البطوله اللي فاتت. الفتره اللي فاتت واثناء الشغل لازم ننوه ان بدون الدعم المادي والمعنوي من وزاره الشباب والرياضه والدكتور اشرف صبحي ما كناش هنعرف نوصل ان احنا نقارن بالرياضه دي بره مصر. لو حضراتكم خدتوا جوله في الرينج نفسها هتلاقوا ان احنا عاملين بوسترز، البوسترز دي حوالين كل بوستر في سيمبل موجود وهي الاعمده بتاعه المواي تاي، الشرف واللعب النظيف والاحترام. احنا كل واحده من دول احنا بنبروموت نفس اللي بيمشي النهج اللي ماشي عليه الاتحاد الدولي في ان المواي تاي رياضه دفاع عن النفس ولكن ليست رياضه عنيفه، بتمارس فيها كل انواع السلامه للاعبين. ولو حضراتكم هنشوف الماتشات هنلاقي ان كل اللعيبه لابسه فور جير حفاظا على سلامه اللاعبين، واتمنى ان شاء الله في الفتره اللي جايه نشوف مصر اكبر واكبر في المواي تاي باذن الله. هي الكلام كله يعني مشرف ان عندنا اتحاد مصري للمواي تاي يمكن بعد 15 سنه زي ما حضرتك قلت، بس محتاجه اعرف اكتر ايه الصعوبات اللي بتقابل الاتحاد بقاله سنه ونص. اكتر صعوبه في البنيه التحتيه في الكيان الاداري، اللعبه موجوده على مستوى فردي ومستوى مؤسسات فرديه لكن ليست موجوده بتمارس في النوادي بشكل رسمي. فاحنا حاليا الفتره اللي فاتت والبلان الفتره اللي جايه ان احنا بنبروموت اللعبه بشكل انها تخش رسمي كلاعب بتلعب ضمن العاب النوادي ومقسمين السيجمنتس بتاعه النوادي يعني A B و C و D. فاحنا اوريدي بدانا نشتغل مع بعض النوادي والبلان اللي جايه ان شاء الله في الموسم الجديد هنشتغل على النوادي الاخرى علشان نقدر ننتشر بالتدريج في محاضرات مختلفه. اكبر تحدي بالنسبه لنا هو الانتشار الاداري وليس الانتشار الفعلي للعيب. احنا عندنا لعيبه فعلا في المحافظات لكن مفيش هيئات تمثلها، فاحنا حاليا دلوقتي في مرحله تسجيل الهيئات. اكبر حاجه ممكن تساعد الاتحاد هي موضوع تسجيل الهيئات. يعني بتمنى لك كل التوفيق، بتمنى الاتحاد المصري للمواي تاي توفيق اللاعبين وكل اللي بيشارك في بمجهوده انه اللعبه دي تكبر، لانه ده اكيد اي انجاز بيتحقق بيتحقق لمصر كلها ان شاء الله. ميرسي جدا 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 ليكي. بشكرك. شكرا. ميرسي. للاعبين واللي من غيرهم الرياضه ما بيبقاش ليها لازمه، يعني ما بيكونش موجود اصلا الرياضه دي. عبد الله محمد لاعب منتخب مصر وواحد من اللاعبين اللي شاركوا في بطوله العالم 2019. عبد الله برحب بيك. اهلا بيكي. عبد الله كلمني عن بدايتك في المواي تاي، عرفت منين مواي تاي ولعبتها امتى؟ انا بدات المواي تاي وانا عندي 9 سنين في 2017،
بدأت أتمرن قبل ما الاتحاد دوت يبدأ. وبعديها عرفتها منين اصلا؟ يعني عرفت منين ان في حاجه اسمها مواي تاي؟ لما رحت ابدا. في نادي ايه كانت؟ في الاي يو اف سي، في مكان اسمه الاي يو اف سي. انت كنت بتلعب رياضه تانية في النادي ده؟ لا، انا دي كانت اول مره اروح النادي دوت. يعني عرفت ان في حاجه اسمها مواي تاي من التلفزيون مثلا، من الانترنت، ولا حد جه قال لك ده في رياضه؟ حد جه قال لي ان في رياضه اسمها مواي تاي وانا دخلت. عرفت عنها. اللعبه ديت عباره عن 8 اطراف، ايدين، رجلين، قاعين، ركبتين. حلو قوي. وعجب ليه اخترتها مثلا وما اخترتش الكاراتيه، ما اخترتش التايكوندو؟ لان هما شبه بعض صح؟ عشان المواي تاي انا شايفها كانها احسن لعبه قتال، ما فيهاش دم كتير، والسيفتي جيرز بتاعتها في كل ماتش دايما كتيره عشان ما يحصلش اي اصابات. وهي لعبه بتعلمك السيلف ديفنس اكتر عن اي لعبه، عشان هي بتستخدم اكتر عدد الاسلحه، قصدي الاطراف، اصاباتك بتبقى اقل. يعني بتتصاب فيها اقل؟ بتصاب فيها اقل طبعا عشان من كتر السيفتي جيرز. حلو قوي. كلمني بقى عن بطوله العالم بتاعت 2019. في 2019 رحت بطوله العالم في انطاليا جوه تركيا. دخلت انا في ميزان ال 42 سن 12 13. حلوة قوي. وبعدين جبت فيها تالت عالم الحمد لله. لعبت ضد واحد من الاردن، هو جاب التاني عالم. مين اكتر حد نفسك تلعب قدامه في مواي تاي او تقابله في ماتش؟ في واحد اسمه داليس من استراليا، هو اللي جاب اول عالم في ميزاني في الوقت دوت. نفسك تلعب قدامه؟ لسه العب قدامه ماتش. بتمنى لك كل التوفيق وشرفتني، وان شاء الله تلعب اكتر وتحقق انجازات اكتر وترفع اسم مصر اكتر. بشكرك. ان شاء الله. مرسي. كريم وعائشة هما اتنين من لاعبي منتخب مصر ناشئين، واللي بدأوا الرياضة دي هما بدأوها بره مصر في احدى الدول العربية، وبعد كده تأهلوا لبطولة العالم وعندهم تفاصيل كتير قوي. خلينا نرحب الأول بيكم. أهلا، عاملين ايه؟ كله كويس الحمد لله. نبتدي من عندك يا سليم، احكي لي انت بدأت امتى مواي تاي وليه اخترت مواي تاي تحديدا؟ انا قبل المواي تاي بدأت في الكيك بوكسنج من وانا صغير، بعديها بقى لما كبرت شوية. انت صغير اصغر من كده؟ كان عندي يعني 6 سنين تقريبا. حلو. بعد كده بدات اركز في اللعبه اكتر وانا عندي اصلا 10 سنين، بدات اخش بطولات اكتر وكده. بدات في الامارات صح ولا بدات هنا في مصر؟ بدات هنا في مصر. بدات فين وازاي بدات وكان لسه ما فيش اتحاد؟ في نادي الجزيره، كان ساعتها بنلعب كيك بوكسنج، ما كانش مواي تاي. ورحت بطوله العالم. احكي لي بقى عن بطوله العالم. خدت مركز خامس، كنت بلعب في وزن 32 من 12 ل 13 سنة، بس يعني حتى خدت مركز خامس بس يعني لعبت ماتش حلو وكان ماتش كويس، والناس كلها اللي كانت بتلعب روح رياضية كويسة وكله. بس يعني ازاي تأهلت لبطولة العالم وما كانش فيه ساعتها اتحاد؟ يعني ما كانش فيه رياضات رسمية، بطولات رسمية في مصر. انا كان اول بطولة مواي تاي العبها فكسبت، فهم كان ساعتها بقى ما كانش فيه منتخب، كانوا بينقوا ناس معينة بياخدوها للبطولة، فلما شافوني كنت لعبت كويس في البطوله دي فاتخذت. حلوه قوي. نروح بقى لعائشه. عائشه قولي لي بدات امتى مواي تاي ولعبت رياضات تانية ولا لا؟ بدات مواي تاي وانا عندي 9 سنين، وكنت بلعب كوره قبل المواي تاي، بعديها بطلت الكوره ورحت للمواي تاي. الرياضتين دول يمكن من الرياضات اللي مش كل البنات بتروح لها، يعني اغلب بنات بتلعب جمباز، تلعب سباحه. اشمعنى اخترتي كوره ومواي تاي؟ عشان عائلتي كلها بتحب اللعبه دي المواي تاي، فشفتهم بيلعبوا اللعبه دي فجربتها وحبيتها وبدات العبها. حلوه قوي. انت مش بتلعبي، ما بداتيهاش في مصر او مش بتلعبي في مصر صح؟ بلعب في دبي في جيم اسمه بينوس، وانا سبونسرد بشركه اونر. شاركتي في بطوله العالم؟ احكي لي بقى عن ده. في بطوله العالم انا لعبت 30 كيلو وجبت مركز خامس،
لعبت كويس. ايه اصعب حاجة حصلت لك من اول ما بدأتي المواي تاي بما ان هي لعبة قتالية يعني؟ ماتش مثلا كنتي ضربتي جامد فيه حسيتي انه كان عندي ماتش في تايلاند بروفيشنال وكان صعب قوي عشان كان اول مره العب بروفيشنال. والبنت كانت عندها اكسبيرينس كتير عني وانا كان اول ماتش بروفيشنال فلقيته صعب. سليم قولي انت كمان ايه اصعب حاجه او اصعب ماتش حسيتي ان انت خلاص هتتكسر فيه؟ انا اخر ماتش لعبته خالص يعني الماتش اللي قبل البطوله دي عشان ما كنتش جاهز صح وقتها بس ما كنتش جاهز فكان ماتش صعب. ايه بقى اللي حصل؟ ضغط وما قدرتش اكمل الماتش. احنا مثلا الماتش كان جولتين، هو خد جوله وانا خدت تاني جوله، كان عايزين يعمل تالت جوله بس ما كنتش قادر تعبت. فوقف. انا بشكركم بتمنى لكم كل التوفيق وان انتوا تكبروا اكتر في الرياضه دي وكل ما تكبروا في السن تحققوا انجازات اكتر باسم مصر. شرفتوني. زي ما شفنا كده في حلقه النهارده دي كانت حلقه تعريفيه برياضه الماي تاي، رياضه موجوده في مصر بقالها سنين مش كتير، موجوده بشكل رسمي وليها اتحاد مصري من حوالي سنه ونص. يمكن الانجازات اللي تمت في رياضه الماي تاي اكبر بكتير من عمرها في مصر بشكل رسمي. في الحلقات الجايه هنحاول نعرف حضراتكم اكتر برياضات يمكن مش بيسلط عليها الضوء الاعلامي بشكل كبير لكن ابطالها بيحققوا انجازات وبيرفعوا اسم مصر. دي كانت حلقتنا النهارده في تاني سبورت، استنونا في حلقات جديده.